السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف تطبيق GPT فور سلايد، يعني هتعمل العرض التقديمي كله من خلال الذكاء الاصطناعي، مش هتبذل فيه جهد كبير. هو اسمه ماجيك سلايد اب. هندخل على انستليشن بيج وهنشوف طريقة تانية برضو ممكن تبقى اسهل. تمام، هقول له هنا تثبيت، فهو بيطلب الاسم بقول له موافق. وفي طريقة تانية ان انا ادخل جوه السلايد واقول له من ادنس او من الاضافات انا عايز اضيف اضافة معينة، الحصول على اضافات، وهتكتب بقى ماجيك سلايد او شات جي بي تي يبدأ يجيبه لك. اضغط عليه وهتقول له تثبيت لو هي مش مثبتة، فهتلاقي الاضافات اللي عندك في الاضافات وتقول له بس ايه اوبن. كل اللي عليك بقى ان انت تقول له الموضوع اللي انت تتكلم عنه هو ايه. مثلا هتتكلم عن تغير مناخي، هتتكلم، انا كتبت مثلا قلت له اتكلم عن ايجيبت وعايز كام سلايد وقلت له جنريت. هو تقريبا بياخد 25 ثانية على ما يعمل العرض التقديم ده. دي بقى المواضيع، اهو العنوان الرئيسي، النقطة الرئيسية، هي موجودة فين، والنقط، والمساحة. فكده تاخد وقت على ما تعمل تجمع المعلومات دي. لو تعرف موقع حلو ممكن يوفر علينا وقت، يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات.